في إياب دوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى نصف نهائي المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ العام 2015، عندما فرض نفسه نجما أمام ضيفه مانشستر يونايتد بتسجيل ثنائية الفوز وبثلاثة أهداف بدون مقابل. افتتح ميسي التسجيل بتسديدة مقوسة من خارج المنطقة على يسار الحارس الإسباني ديفيد داخيا في الدقيقة 16. عاد النجم الأرجنتيني الكرة وسجل هدفه الشخصي الثاني بعد تسديدة سهلة ارتكب فيها حارس مرمى اليونايتد خطأ فادحا في التقاطها عند دقيقة 20. عزز البرازيلي كوتينيو النتيجة بالهدف الثالث بتسديدة قوية استقرت في الزاوية اليمنى للحارس الإسباني في الدقيقة 61. وفي المباراة الأخرى تابع شباب أياكس أمستردام الهولندي تألقهم في البطولة وأطاحوا بيوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما تغلبوا عليه بهدفين لهدف على ملعب اليانز ستاديوم في تورينو في إياب الدوري ربع النهائي للمسابقة. كان يوفنتوس البادئ بالتسجيل في الدقيقة 28 عبر رونالدو، لكن أياكس رد بهدفين لفان دي بيك في الدقيقة 34 وماتياس ديليخت في الدقيقة 67 ليضيف فريق السيدة العجوز إلى قائمة ضحاياه بعدما جرد ريال مدريد الإسباني في ثمن النهائي من اللقب الذي توج به في الأعوام الثلاثة الأخيرة. للحديث عن مواجهات دوري أبطال أوروبا ينضم إلينا من دمشق الصحفي الرياضي هاني سكر. مرحبا بك سيد هاني الصحفي في موقع يورو سبورت، مرحبا بك. نتحدث عن مواجهتي الأمس في البداية، أبدأ برشلونة مع مانشستر يونايتد، جدد فوزه الفريق الكتالوني ومضى بتألق ميسي إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام. يعني شاهدنا مباراة جيدة جدا بالنسبة لبرشلونة اليوم. فريق ما بدأ المباراة بشكل جيد، لكن برشلونة تطور مستواه خلال مراحل المباراة. لم تكن بداية مريحة من دقائق الخمس الأولى. مانشستر يونايتد فرض الخطورة بالعديد من المحاولات، لكن يعني دائما يقال بأن المباريات التي يكون فيها ميسي بقمة قادر دائما على فرض ذاته بشكل ممتاز، قادر على التسجيل وأقل معطيات المباراة بأي لحظة، وبالتالي هذا ما حدث تماما بمباراة الأمس. بدأ ميسي بممارسة الهواية المفضلة بالنسبة له بينما شباك مانشستر أصبح الفترات أسهل تدريجيا على المباراة بأول نصف ساعة. ربما لم نشاهد الأداء المنتظر تماما من برشلونة، لكن هناك تحسن تدريجي واضح بعض الشيء بالمستوى، عودة جيدة معنويا بالنسبة لكوتينيو، وكل هاي النقاط كانت مهمة جدا بالنسبة لفالفيردي، طلب بمزيد من العمل بالفترة المقبلة. لماذا لم ينجح يونايتد في مواصلة النهج الذي بدأ عليه؟ يعني شاهدنا كما تفضلت أول خمس دقائق أو سبع دقائق خطورة واستحواذ وفرص ضائعة، لكن بعد ذلك يكاد يكون الفريق شبه انهار. تماما، يعني هذه واحدة من مشاكل مانشستر يونايتد بالفترة الأخيرة، بأنه لم نعد نشاهد مانشستر يونايتد يلعب بذات الثقة ويلعب بذات القوة. تقريبا مع أول محاولة فعلية لبرشلونة بالمباراة شاهدنا بأنه مانشستر أصبح مهزوز وأصبح يفكر بأنه ممكن هو يتلقى أي هدف، بالتالي بدأت العودة تدريجيا للخلف بالنسبة لمانشستر. مانشستر أثبت بأنه لديه مجموعة جيدة جدا من العناصر على مدى العديد من المراحل مع سولشاير، لكن لاحظنا تقريبا بالشهر الأخير بأن مستوى الفريق بدأ ينخفض مع سولشاير ببداية فترة قدوم المدرب النرويجي. كنا نشاهد مانشستر يعرف كيف يفوز بكل المباريات حتى حين يكون هناك إصابات بالفريق، كان فريق متفوق، لكن مشكلة أصبحت نفسية بالفترة الأخيرة. مانشستر أصبح يهاجم بكثير من الأوقات دون فعالية، بات يعني الثقة باتت مهزوزة جدا بالنسبة للفريق، هذا هو تكرر في العديد من المباريات. نعم، أنتقل الحديث عن الموقعة الثانية التي جرت بالأمس. شبان أياكس أمستردام الهولندي يواصلون الإبداع، يخصون يوفنتوس هذه المرة الفريق الإيطالي العريق والقوي في ملعبه وأمام جماهيره، ويصلون إلى نصف النهائي بعدما أقصوا ريال مدريد. هي الفكرة التي يعمل عليها حتى الآن ممتعة للغاية، يعني فريق متقدم بهدفين لهدف في معقل يوفنتوس، ويعرف بأنه يعني سيحتاج لتلقي هدفين كي يخرج من البطولة، لكن مع ذلك شاهدنا أياكس وهو يحاول التقدم للأمام أكثر، يحاول الضغط
بالمناطق المتقدمة، تركيز عالي جدا من اللاعبين. يعني استغرب تماما بأنه هذا الفريق هو معظمه عناصر من الشباب، تقريبا يوجد فقط لاعبين أو ثلاثة لاعبين أعمارهم فوق 26 عام، وباقي العناصر كلها عناصر شابة. من الغريب الكيفية التي يلعب بها هذا الفريق، الثقة العالية الموجودة بالملعب، النهج الهجومي الممتاز، اعتماد تيم هاج على الجناح سافيتش كرأس حربة، الأمر الذي شاهدناه أمام ريال مدريد وشاهدناه أيضا أمام يوفنتوس، كي يزيد من سرعة الفريق بالأمام. وفعلا أياكس يلعب بسرعة جنونية بالمناطق الأمامية، صحيح لأنه يضيع العديد من الفرص، وهذا الأمر عاد أياكس بمبارياتي ريال مدريد وأيضا بمبارياتي يوفنتوس، لكن الفريق بالنهاية بظل الضغط الذي يقدمه ينجح دائما بالنهاية بالتسجيل والعبور. ربما يمكننا القول بأنه أياكس هو المفاجأة الأجمل أو التجربة الأجمل، يمكن ربما منذ 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات بدوري أبطال أوروبا، وأمر ممتع جدا بأن نشاهد استمرار هذا الفريق. نعم، هناك من يقول أن ماسيميليانو أليجري المدرب الإيطالي يوفنتوس لم يتحلى بالجرأة المطلوبة، كان خائفا، لم يتخذ القرارات الهجومية لفريقه. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي سيد هادي؟ هو فعلا مشكلة أليجري دائما هي مشكلة عدم الجرأة، يعني تقريبا حتى بالسنوات التي كان ينجح فيها يوفنتوس بالوصول للأدوار الأخيرة من البطولة، كنا دائما نشاهد أليجري على الأقل بمباراة من مباراتين يلعب بتحفظ كبير، ومن ثم بالمباراة الأخرى يحاول بأن يتقدم بالأمام وأن يبادر. لكن المشكلة هذه المرة بأن يوفنتوس دخل بحسابات وهو يرى نفسه بأنه بموضع تأهل، لأنه يعني التعادل الإيجابي بأياكس كان نتيجة جيدة بالنسبة ليوفنتوس خارج الأرض، قام ببعض الخيارات الغريبة أليجري بين مباراة، واحدة منها كان إشراك ديشيني ومثلا اللاعب الذي نستغرب دائما بالتالي هي أساسا ليوفنتوس وسبب إشراكه بوجود أليجري. كان هناك بالتأكيد بعض الغيابات التي أثرت على يوفنتوس، أهمها طبعا غياب كليني، مشاركة لوغاني الغير قادر دائما على فرض بصمة جيدة في يوفنتوس. الفريق لم يساعد رونالدو بشكل جيد طوال المباراة، صحيح بأن رونالدو تمكن من تسجيل هدف، لكن كان يقوم بأدوار أكثر بكثير من ممكن أن يقوم بها لاعب بعمر رونالدو. هذه مشاكل أليجري الاعتيادية، هو دائما لا يتمتع بالجرأة، لا يبحث عن الهجوم، حين يكون متقدم أو مرتاح للنتيجة لا يخاطر، ربما لو خسر يوفنتوس الذهاب كنا سنشاهد أليجري بصورة أفضل بالمباراة الثانية، لكن دائما سوء تعامله مع المواقف التي يكون فيها هو بوضعية الأفضلية هي واحدة من أبرز مشاكله مع يوفنتوس. مواجهتا الليلة مان سيتي وتوتنهام، مواجهة إنجليزية خالصة، وسيلتقيان مجددا يوم السبت المقبل بالمناسبة في الدوري، ولكن بعد أن خسر لقاء الذهاب مان سيتي، هل بإمكانه العودة أمام توتنهام هوتسبيرز الليلة في ملعب الاتحاد طبعا الخاص بالسيتي؟ طبعا بالتأكيد المهمة لن تكون سهلة أبدا بالنسبة لمانشستر سيتي في مباراة اليوم، بالتأكيد هو يتمتع بالأفضلية للعبور للدور القادم على الرغم من خسارته ذهابا بهدف. نعرف بأنه مانشستر سيتي لديه قوة كبيرة جدا، وبنفس الوقت توتنهام لديه الكثير من المشاكل خارج ميدانه بالنصف الثاني من الموسم. الفريق ذهابا كان يؤدي بشكل ممتاز خارج ملعبه، لكن توتنهام بالفترة الأخيرة شاهدنا انخفاض واضح بالمباريات التي يلعبها خارج الأرض، وبالتالي هي واحدة من النقاط التي يستغلها مانشستر سيتي. أيضا طبعا غياب هانسين قد يساعد الأمر، ولو أنه بنفس الوقت السيتي عليه أن يكون حذر جدا، لأنه أي هدف لتوتنهام يعني سيعني بنسبة عالية جدا خروج ربما مانشستر سيتي من البطولة. ورغم غياب كين شاهدنا الفريق توتنهام قوي جدا هجوميا بمباراة هدف شد السبت الماضي، خاصة مع تألق لوكاس مورا، بالتالي كل هاي النقاط تسعنا لانتظار مباراة كبيرة جدا. جوارديولا مطالب بتعويض أخطاء الذهاب، اللعب بتشكيلة أكثر فعالية من التفكير بالاستحواذ والسيطرة، هذه الأمور اللي ننتظرها مباراة. يعني سيد سكر تحدث عن جوارديولا، الرجل الذي لطالما يحظى بالإشادة على أفكاره الكروية وفلسفته الخاصة في المستطيل الأخضر، ولكن الرجل تاريخيا في دوري الأبطال عندما يخسر لقاء الذهاب يخرج في لقاء العودة، حدث ذلك في 6 مرات، هذا المساء سيصل إلى المرة 7 أمس، يكسر العادة أو الحظ السيء ويتأهل.
طبعا نعرف بانه يعني جوارديولا واحده من مشاكله الكبرى هي الاخطاء التي يرتكبها بالادوار الحاسمه بدوري الابطال، يؤدي موسم عالي جدا وبمباراه حاسمه نشاهد بان جوارديولا وقع بخطا ممكن ان نقول بانه قاتل وتسبب بالنهايه باقصاء فريق من البطوله، يعني هذا الامر تكرر مع جوارديولا منذ ان خرج من برشلونه، الحديث دائما من المقربين لجوارديولا بانه جوارديولا رجل التوتر، يعني جوارديولا حتى بالايام التي يكون فيها مباريات دوري بالنسبه لفريقه كل الان يعني يتوقف عن الطعام تماما، يكتفي فقط بالشرب، حاله تصبح حاله بدنيه وحاله نفسيه بالنسبه للمدرب، بسبب ان توتر المباريات الكبرى بالادوار الحاسمه والضغط الذي يقع عليه يدفع باوقات كثيره لارتكاب اخطاء، والمشكله دائما بان الوقت لا يسعف في الابطال نعم قويه وكل سيد سكر عذرني المقاطعة ولكن لضيق الوقت أنتقل بسريعا للسؤال عن مواجهة الليلة، المواجهة الثانية بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي على ملعب دراغاو هناك في البرتغال، هل يمكن القول أن ليفربول حسم المهمة بالنسبة له أم أن الفريق البرتغالي لديه من الحظوظ لإقصاء الفريق وصيف النسخة الماضية ليفربول؟ طبعا تقريبا ممكن القول بانه المواجهه اصبحت شبه محسومه لليفربول قبل كثير، لكن كانت هناك انباء عن وجود خلاف ما بين يورجن كلوب ومحمد صلاح، هذا الامر سيكون كارثي جدا ان حدث فعلا قبل ساعات من لقاء بورتو مع ليفربول، لكن بنسبه جيده جدا ليفربول يعرف كيف يتعامل مع مباريات بهذه الوضعيه، اصبح لديه خبره كبيره بالمباريات صعبة، هذا ما اثبته بالنصف الثاني الموسم الماضي وهذا الموسم، من المتوقع ان نشاهد ليفربول قادر على الاقل على الحفاظ على التفوق والتاهل للدوري المقبل. الصحفي في موقع يورو سبورت الرياضي من دمشق كنت معنا عبر الهاتف سيد هاني سكر، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون وصلنا الى نهايه اخبار الرياضه، شكرا لكم على طيب المتابعه والى اللقاء.